يواصل الجيش السوري ملاحقة الجماعات المسلحة في مدينة القصير بعد أن سيطر بالكامل على القسم الجنوبي من المدينة، إضافة إلى الحي الشرقي وأجزاء من الحي الغربي. كما سيطر الجيش على المشفى الأهلي والشارع الرئيس الذي يربط مدينتي حمص السورية وبعلبك اللبنانية، وسيطر أيضا على بلدة الحميدية ومطار الضبعة، وعثر على عدة أنفاق وكتب طائفية مصدرها قطر. هي عملية ملاحقة المجموعات المسلحة في مدينة القصير مستمرة، حيث استطاع الجيش السوري أن يقسم المدينة إلى قسمين ليسيطر بالكامل على الحي الجنوبي ويتوغل وسط المدينة حيث تدور الاشتباكات. أثار الاشتباكات واضحة وواقع الصورة يحكي حدة المواجهات حيث كانت تدور المعارك هنا. نحن الآن في وسط مدينة القصير، كما نتابع الآن هذه الأحياء تدل على شراسة الاشتباكات. هذه جثث المسلحين هنا كما نتابع في هذه الصور في وسط الشارع حيث كانت تدور أعنف الاشتباكات هنا، وهذا بالإضافة إلى بعض الجثث التي تم سحبها من قبل المسلحين. ما زال هناك البعض هنا، وفي الجهة الأخرى هناك إحدى الجثث كذلك للمسلحين. الشارع الرئيسي للمدينة وهو شارع حمص بعلبك تم تنظيفه بعد أن كان القناصون يقومون بقطعه، وهذا مشفى الأهلي والذي كان يعتبر مقرا للمجموعات المسلحة حيث كانت تتمركز هنا. كما نتابع الآن نحن في قلب مدينة القصير، هذه المستشفى القصير الأهلي، هذه المنطقة معروفة كانت تتحصن فيها المجموعات المسلحة، وقد حولوا هذا المشفى إلى مشفى ميداني. وكما نتابع الآن هذه المنطقة وهذا الطريق الذي يعتبر الطريق الرئيس في هذه المنطقة وهو طريق حمص بعلبك. الهدف حصار المجموعات المسلحة وقطع طرق التواصل من داخل المدينة ومن خارجها، وهذا ما يحققه الجيش السوري من خلال السيطرة بالكامل على بلدة الحميدية. عشرات العبوات التي كان المسلحون قد قاموا بزرعها، وهذا النفق هو الذي يمتد لعدة أمتار يدل على التحصينات التي أقامها المسلحون في هذه الأحياء. المخرج. بالذات عسكرية تدل على تواجد جبهة النصرة، بالإضافة إلى كتب طائفية مصدرها قطر. وبالتزامن مع ذلك استطاع الجيش السوري أن يدخل إلى مطار الضبعة حيث استهدف عدة تجمعات للمسلحين. حسين مرتضى، العالم، القصير.